صباح الخير يا كار. صباح الخير. 10 الصبح. الجو مغيم شوية، درجة الحرارة 12، نسبة الرطوبة 80%، وفي احتمال كبير انها تمطر على الظهر. ده يوم جميل للراحة في السرير. انا رحت اجيب الدهان اللي انت طلبته. صحيح انا نسيت، مش ده برضو اللي بيميزك عني يا ماركس؟ ما بتنساش حاجة ابدا. وريني دراعك كده يا كارل. لا كارل، شكرا. مع اني لسه فايق بس لسه بتألم جدا. البشر مخلوقات ضعيفة، بينهاروا بمنتهى السهولة رغم المجهود عشان يعيشوا. هاي، ايه اللي حصل لهدومك؟ حاجة بسيطة، شوية متظاهرين في الشارع يا كارل. شوية ناس عبيطة فاكرين ممكن يحطوا حد للتكنولوجيا لو ضربوا شوية اندرويد. اتمنى ما يكونوش اذوك. اوه لا لا، هما بيضايقوني يا كارل. انا تمام. طيب هاخدك على الحمام دلوقتي. هو في مواعيد مهمة النهاردة؟ كان في افتتاح معرض لأعمالك في متحف الفن الحديث. مدير المعرض ساب لك 4 رسائل بيطلب منك تأكد على حضورك. لسه ما قررتش، هاخد قراري بعدين. تمام. ايه كمان؟ كلها رسائل المعجبين وانا رديت عليها. في اخبار عن ليو؟ لا يا كارل. ممكن اتصل لك بيه؟ لا، ما تتعبش نفسك. أنا جعان جدا. يلا افطارك جاهز، لحمة وبيض زي ما بتحبه بالظبط. شكرا يا ماركوس. العفو. شكرا يا ماركوس. تلفزيون. ليه ما تعملش حاجة لحد ما اخلص فطاري؟
طبعا. ماشي يا كارل. طريقتك في اللعب اتغيرت. أوقات بيتهيألي إنك بشري أكتر من معظم البشر. في يوم مش هبقى هنا أخد بالي منك زي دلوقتي. لازم تحمي نفسك وتاخد قراراتك. أعرف أنت مين وعايز تكون إيه. العالم ده ما بيقبلش المختلفين يا ماركوس. ما تخليش حد يقولك لازم تبقى إيه. يلا نروح المرسم. ونشوف وصلنا لفين. شيل الغطا.
طيب، ايه رأيك يا ماركوس؟ ايوة، في حاجة غريبة، حاجة مش عارف احددها كويس، بيتهيألي عجبتني. الحقيقة اني ما عنديش اي حاجة تانية اقولها. كل يوم بيعدي بقرب معاه من نهايتي. انا مجرد راجل عجوز متعلق بفرشته كارل. لكن كفاية كلام عني، خلينا نشوف. لو عندك موهبة تقدر تحاول، حاول ترسم حاجة. ارسم؟ لكن ارسم ايه؟ اي حاجة عايزة تقدر تحاول. دي نسخة حقيقية للواقع، بس الرسم مش هو تقليد الواقع، لكنه ترجمته وتحسينه وتصويره من وجهة نظرك. كارل، أنا ما أعتقدش إن أقدر أعمل ده مش في برنامجي. يلا جرب، يلا هات لوحة الرسم دي. زي ما هقول لك، غمض عينيك، ثق فيا، حاول تتخيل حاجة ما لهاش وجود، حاجة ما شفتهاش قبل كده، ودلوقتي ركز في اللي انت حاسس بيه، وسيب ايدك تعبر عن مشاعرك على اللوحة. اهلا بابا. ليو، ما سمعتكش وانت داخل. كنت قريب ففكرت اعدي عليك. فات وقت كتير مش كده؟ انت كويس؟ شكلك مش كويس. ايوه انا كويس. بقولك انا كنت محتاج لشوية فلوس. تاني؟ عملت ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ اصل ما انا اكيد يعني صرفتها. ايوه. رجعت لعادتك الوحشة تاني؟ لا صدقني الموضوع مش كده. ما تكذبش عليا يا يعني ديو. هتفرق في ايه؟ انا محتاج شوية فلوس بس، ما هو ده الموضوع. اسف، مش هديك حاجة. ايه؟ ليه؟ انت عارف ليه. ايوه، متهيألي اني عارف السبب. انت بتفضل تعتني بلعبتك البلاستيك دي على انك تعتني بابنك الوحيد؟ قول لي يا بابا، هو عنده ايه مش عنده؟ هو اذكى؟
هو مطيع اكتر مش زي مش كده؟ لكن تعرف البتاع ده مش ابنك، ده مجرد حتة آلة. يا ليو كفاية كده، كفاية. انت ما بتهتمش بحاجة غير نفسك ولوحتك التافهة. عمرك ما حبيت حد ابدا، ما حبيتنيش يا بابا. عمرك ما حبيتني،